اليوم 6/6/2024، المكان واد أم الربيع عند البرج شمال خنيفرة، عند ما يلتقي الواد أم الربيع بملتقى واد عروسن. احنا الآن في الدرس 67 من الدراسة المباركة، دراسة مشروع مائي ضخم من وادي المخازين إلى وادي الذهب، ومن واد زيز إلى واد زا، ومن الحسيمة إلى العرائش. احنا الآن في المقطع ديال من واد المخازين إلى وادي الذهب. نعم، في هذا الدرس 67 ربما هناك شيء تغيير من الدرس الأول، لأن الدرس الأول 44 سنة اللي عنده، والإصدار دياله تم في 2002 بالضبط في 30/7/2002 بالذكرى ديال العرش. الآن هذه الأشياء الجديدة اللي دخلت على الدرس جاءت بسبب، لأن قلت في الدرس الأول أننا غناخذوا واد من القرب من سيدي علال التازي، ومن بعده أو قبله، هكذا راجعوا الدرس الأول باش تفهموا، وناخذوا تما ترعى من واد اسمه، من بعد ما جينا بها بثانية ساقية أسمنتية، جينا بها من سد واد المخازين، والتقيناه مع المنطقة ديال واد سبو، وجينا خدينا فعلا، وجينا داك الواد الاصطناعي، وقلنا غنمشيو به عبر غابات المعمورة حتى نقترب من من واد أبو ركراك، وقلنا ما غاديش يخوي أبو ركراك، غادي نعرجوا به إلى واد بهت، ولكن غناخذوا منه بعد الماء، اللي نزودوا به السد سيدي محمد بن عبد الله، اللي هو على واد أبو ركراك، لأن السد سيدي محمد بن عبد الله يزود منطقة كبيرة كثيرة من المدن الكبيرة بالمياه الشرب. أما والآن من بعد هذا الفيديو اللي قلت أنا في 2022 تم الإصدار دياله، أما الدراسة هي 40 سنة وأنا غادي بها، وقع تغيير، أنه جابوا الآن شركوا الماء من واد سبو، جابوا لأبو ركراك بما يسمى بالمشروع طريق السيار. ولنا ملاحظة عند كلمة طريق السيار، يعني هذا الواد اللي جابوه دابا لأبو ركراك خدام. إذن الآن شنو هو اللي باقي لنا؟ الآن احنا ممكن أننا ناخذ الماء من قبل سيدي علال التازي، بالضبط غناخذوا الماء وما غاديش نجيبوه مكشوف كما قلنا على غابة المعمورة. المقصد اللي كنا جايبينه غابة المعمورة هو أن نصل به الماء إلى سد سيدي بن عبد الله على أبي ركراك. هذا الأمر تقضى الله يسخر مزيان. اللي باقي لنا احنا كيفاش نلاقيو واد سبو مع واد أم الربيع عبر واد بهت. احنا الآن احنا عند واد أم الربيع، هذا الدرس 67. ربما هذا الدرس يا إخواني الناس اللي هما تيك توكيين، الدرس ربما غادي يكون طويل على أصحاب تيك توك، إما إلا بغيتو تراجعوه كله عليكم في القناة في اليوتيوب، وهو نيت إلا جا طويل غادي نقسموه على جزئين أو ثلاثة حتى يتمكن المتابعين من تيك توك من اتباع هذا الدرس رقم 67 من الدراسة المباركة مشروع مائي ضخم من وادي المخازين إلى وادي الذهب، ومن واد زيز إلى واد زا، ومن الحسيمة إلى العرائش. لأهمية هذا الدرس، أهمية هذا الدرس 67 كالدرس الأول، ردوا البال معايا يا أحباب. احنا الآن عند واد أم الربيع، راه غادي ننزلوا غنصور لكم المنظر. واد الربيع عند واد، أنا كل شيء كتبته هنا، عند ملتقى عروسن. ملتقى هذا عروسن، هذا عروسن هو اللي غادي يخوي فيه المشروع، غادي يخوي عندنا في واد قبل عروسن كيتسمى تسقط، واحد الواد صغير فيه 4 كيلومتر، ولكن واد غارق نيت، ما كيكونش فيه الماء الا فوق الحمله، ولكن هو غارق، يعني غادي يسهل عندنا الماموريه، لاننا دابا الان شنو هو؟ لانه انا غناخذوا الماء من السد برنات الكوديه، أو كودية البورنة، سد كودية البورنة اللي جمع بين القصيري والخنيشات.
وتما الساهل باش غنجيبوا له ديك الساكه الاسمنتيه اللي جايه من السد وهاد المخازن لقاو معاه باش ديك الساكه يدخل لينا في السد كوديه البرنا. فهموني احبابي واش معايا خطه خطه. الساكه اللي غنجيبوا اسمنتيه من سد وهاد المخازن غنجيبوها مباشره ما بين ما شرق السوق الاربعه الغرب وشرق مدينه بالقصيري باش تخوي لينا في السد كوديه البرنا. تذكروا هذا مزيان، السد كوديه البرنا ما بين مدينه بالقصيري والخنيشات، لانه هذاك المنطقه يعني لا تبعدوا على سيدي سليمان الا تقريبا ما بين 30 40 كيلومتر شمالا. والسد الكنزرة كيبعد على مدينه سيدي سليمان حوالي 30 كيلومتر جنوبا. اذا المسافه ما بين السد كوديه البرنا الى السد الكنزرة حوالي 70 كيلومتر تقريبا. يعني تما غنجيبوا لهم قوات تحت ارضيه باش يخوي لينا في السد ديال الكنزرة. من بعد سد الكنزرة اللي هو على واد بهت، من بعد ما يتيخوان ما لان علاش نخوي لينا في البراج؟ لان في واحد الوقت كنا حنا مستغنيين ما غادي يخوي يبقى في البراج يحتفظ به حتى نبغيوه نطلعوه من المضخات اللي غادي يجيب لنا الواد ام ربيع. هاد سد الكنزرة لانه كخزان قلنا في الاول، وغادي من بعد غادي ناخذوا المعتلين بالمضخات نطلعوا بهم دوك الجبال. ومن بعد ما نطلعوا للجبل وراني وضحت لكم في الدر 22 هذاك الجبل اللي غادي يكون فيه سهره رجع عملاقه اللي تحيا باش الماء يمشي بقوه يدفع واحد القوه الى واد ام الربيع. الان غنزل ونصور لكم المنطقه، انتما خليكم معايا وتشوفوا. هذا واد ام الربيع، ها هو هذا واد ام الربيع. واد ام الربيع بالقرب من منطقه يقال لها البرج شمال مدينه خنيفره. وهانتوما كتشوفوا هذا الشكل دابا الماء من كيخرج، ها هو المياه هنا كتخرج. شوفوا هذا العين ديال الماء كتخوي هي في 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 هذا في هذا الواد. هذيك شركه صينيه كتقاد معمل لتوليد الطاقه الكهربائيه هنا على واد ام الربيع. هنا دعوني انتظر نطلع لكم شويه، قلنا هذا الدرس غادي يكون طويل شويه على تيك توكيين، ولكن كونوا هانين غادي نحاول نجزئوا لكم جزئين او ثلاثه. اللي بغى يتبع هذا الفيديو كامل عليه في اليوتيوب قناه بن قريش للمناظر الفريده، قناه بن قريش للمناظر الفريده اللي هنا كنشرو فيها هذا الدرس ديالي، وهي اللي فيها الدرس الاول. الدرس الاول راه فيه 44 دقيقه فاصله 47 ثانيه، هو اللي فيه توضيح التغيير اللي وقع لنا على الدرس الاول. وكما قلت في الاول في الدرس الاول، انا هذه دراسه ليست قرانا مقدس لا يمكن تغييرها، ممكن تغيرها حسب الحاجه. والان مادام الماء اللي كنا غناخذوه غنمشيو به الواد اللي كنا غناخذوه نمشيو به عبر غابه المعموره حتى نقربوا كما قلت في الدرس الاول حتى نقتربوا من 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 بسم الله حتى نقتربوا من واد ابي الكراك ثم نعرجوا به الى واد بهت. الامر تقضى الان هذاك الطريق السيار للماء لأتوا به من واد سبو إلى واد أبي رقراق كفى بالغرض ما كنا غنحتاجه لسد سيدي محمد بن عبد الله، لأنه سد يزود كامل المنطقة من الدار البيضاء والرباط وكل المدن المجاورة لهم بالمياه الشرب. الآن الغرض كذا، إذن ما كناش نضيع الوقت، على قضية تضيع الوقت أهيبوا بالمسؤولين، أهيبوا من له رأي واصل، أهيبوا بالصحافة المكتوبة خاصة صحافة الأحزاب، أهيبوا كل من له كلمة مسموعة أن ينبه إلى هذه النقطة، إلى هذه النقطة طريق السيار. يقال ربما سيكون طريق سيار مائي آخر من سد الوحدة إلى سد المسيرة، والمسافة ما بين سد الوحدة وسد المسيرة تفوق 400 كيلومتر. بينما الامر وغادي زياده على واحد العدد ديال القوادس وزياده على تعويض الاراضي اللي غادي يدوز منها دوك القوادس تعويض ماليها، زياده على
على الصيانه اللي غتكون تابعه دائما، زياده على التكلفه، زياده على داك الشيء. يا اخواني يا اللي ما كاين يا ربي انتبهوا، عندنا حوالي تقريبا 70 كيلومتر، هذا الى كثرت ما بين 60 70 كيلومتر ما بين سد كديه البرنا الى سيدي سليمان. لا الى ماشي سيدي سليمان كاين شي 40 تقريبا، ما بين سد كديه البرنا والسد الكنزرة ما بين 60 70 كيلومتر هي اللي غنجيبوا قواد تحت ارضيه. ومن السد الكنزرة الى هذه المنطقه الى هذا الجبال هذا، يعني المسافه ثاني ما بين 60 70 كيلومتر. اذا نقول ممكن عندنا منطقه اللي غنخدموا فيها القادس ونخدموا تحت الارض ما بين 140 الى 150 كيلومتر الى كثرت. وهنا ملي غادي نجيو غنطلقوا هنا غادي يتلقى لنا هذا المشروع مع هذا، راه كنشتو العين خارجه، غادي يتلقى لنا هنا مع هذا واد ام الربيع. فمن هنا واد ام الربيع هو نهر بشكل طبيعي، الماء غادي غادي تسد الحنصالي، غادي يسد اي داود، غادي يسد المسيره نيت اللي غادي يديروا له المشروع، غادي يسد انفوت، غادي يسد الدوره، غادي يسد بن عاشو. كل هاد السدود كاين على واد ام الربيع. واد ام الربيع انتم تشوفوا المنطقه، العيون ديال ام الربيع راني صور بقات شرق هاد المنطقه تقريبا واحد 25 كيلومتر، بقات هنا الفوق لا داعيه باش نمشي نزورها لكم. المقصد هو المكان فين غادي يتلاقى المشروع اللي جايبينه حنا من واد بهت، او لا اقول المشروع اللي جايبينه من واد المخازين وتلاقينا به الى واد سبو عبر السد كديه البرنا، وجينا الى السد الكنزرة، ثم جينا الى هنا غنجيو على واحد المنطقه، واحد الواد، واحد الواد شبه واحد غادي نازل شويه هابط غامق تسمى تسقط تسقط في شي 4 كيلومتر تقريبا. وهذاك الواد غادي يتلاقى لينا مباشره مع هذا الواد اللي دايز اللي هو ديال هذه المنطقه اللي قلت لكم سميتو عروشن، واد سميتو عروشن. ثم غادي يلتقاو في هذه المنطقه اللي هي هذا السد واد ام واد ام الربيع، غادي يلتقاو عند ديك المنطقه هذا قرب هذا الواد. ما هذاك الواد انتم تشوفوا ها هو الواد جاي مباشره التقى لينا مع الواد. يعني احنا ملي غنهبطوا الماء من ديك الجبال غادي نكونوا نديروا واحد الشلال، واحد الشلال يعني اصطناعي، يا سلام. والمكان فيه غابه ديال الاشجار اللي هي مثل الارز وكذا الى اخره، وممكن ان تكون منطقه سياحيه لا مثيل لها، يعني لا يسعف المكان باش نصور لكم المنطقه من غادي يخرج الماء من تحت الارض ويعطينا واحد الشلال رائع. ثم يهبط في هذاك واد سقط، من هذاك واد سقط تقريبا واحد 4 او 5 كيلومتر غادي يطيح في هذا واد عروشن. عروشن تقريبا غادي يجي معاه واحد 6 كيلومتر هكذا ولا 7 حتى يتلاقى مع هذا واد ام الربيع. واد ام الربيع من هنا مباشره الى الدراسات، كمل الدراسه، راكم راجعوا الدرس الاول باش تشوفوا الدراسه اش كنقول فيها. على هذا الشيء الاحباب، هذا علاش نوضح لكم هذه المنطقه، هذا الدرس مهم، درس 67 عند واد ام الربيع، عند ملتقى المشروع اللي جايبينه من واد من سد واد المخازين الى سد الكنزرة عبر واد بهت الى واد ام الربيع. وقلنا ملي تنقدر نهضروا على سد واد المخازين بطبيعه الحال حنا كنهضروا على غندوزوا على واد سبو عبر سد كديه البرنا. واد سبو لانه مهم عندنا في الدراسه، مادام هو الامر بلا داعي للتكرار خذوا الماء اللي غادي يمشي لسميتو، لا داعيه باش ندوزوا بالمشروع عاوتاني غابه المعموره. صافي مشى اللي غابه المعموره راه مشى منها، راه هو داز هذاك المشروع داز فعلا من غابه المعموره نيت. والفيديو الاول انا قلت قبل ما تكون قبل ما يكون هذا المشروع ديال طريق السيار من واد سبو لواد ابي رقراق، قبل ما يكون هذا الدرس ديالي، الدرس ديالي واخا تشوفوا ان الدرس فيه تقريبا واحد 24 ولا 5 باش عاود، الا كانوا هما جوج دروس عاودنا كنتم كتشوفوا فيه، ولكن هو الاصدار ديالو في 30/7/2022. اما تاريخ الدراسه هي 40 سنه باش انا مقررها، ورسلت بها السلطات العليا في 2/5/1999، رسلت بها السلطات العليا على هذا. اذا المشروع كان عندي انا جاهز، ولكن ملي اخذوا منه ذاك المقطع، ولكن حذاري حذاري اهيبوا مره اخرى بالمسؤولين، اهيبوا بالصحافه المكتوبه، اهيبوا بصحاب الاقلام الحره ان ينبهوا على هذه الكارثه. راه الا وقع
وخذوا طريق السيار من سد الوحدة إلى سد المسيرة تكلفة باهظة ويمكن ما عمرها تكون، لأنه تكلفة باهظة لا يقدر عليها شيء. بينما الأمر بسيط، عندنا 140 كيلومتر غنوصلوا لما هنا، ومن هنا غادي يمشي لنا سد المسيرة. هذا واد مربع، هو فعلا غادي لواد المسيرة، غادي لسد المسيرة، غادي لسد الحنصالي، هو القرب من هنا، غادي لسد أي داود، عدة سدود كاينة واد مربع غادي يخوي فيها. ربما يقول قائل حنا باش يجيبوا الماء غادي يمشي مع الواد غادي يتبخر. يا سيدي ارحموا من في الأرض يرحموا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إلا كاع مدينا جدينا الماء ودينا قوادس تحت الأرض وحطيناه في سد المسيرة راه غادي يتبخر كذلك. وقضية التبخر أنا هضرت فيها، هضرت عليها في الدرس رقم 21 عندنا سد الحنصالي، وقلت ماذا سيكون. راجع الدرس الأول، الدرس 21 عندنا سد الحنصالي، والدرس 26 عندنا سد، عندنا سد بين الويدان. راه قلت أش خاصو يكون لتفادي تبخر المياه. رجع باش ما نطول عليكم هذا الدرس، نرجعوا ديك الدروس. الان نلقي لكم نظره وتشوفوا معايا جميعا واد المربع ها هو راه كيفاش جاي، هو كيدور وغادي. وهنايا راه هذه عين اخرى سبحان الله، هي كتخرج من هنا المنطقه كلها عيون. هذاك واد المربع جاي من عيون ام الربيع، تضاف اليه هذه العين الجميله التي لقيتها على طريق الصدفه. السلام عليكم أستاذي بخير، أسميت هاد العين، هذه هاد العين أسميتها ياك. أه ندرسها. إيه مرحبا مرحبا. إيه المهم هنا الماء، هنا هنا نفس الطريقة، إنما غادي يكون بشكل كثير نفس هاد الطريقة. الماء كيخرج من هنا نفس الطريقة اللي غادي نخرجوا الماء من وسط الجبال في عند الواد اللي قلنا تسقط، يخرج الماء من تحت الارض، يخلق لنا واحد الشلال رائع خاصه تما الغابه وكل شيء تما مزيان. المهم يا احبابي راكم شفتوا هذا لما ما اردت ان اوضحها لكم، واش وضحت الصوره؟ الى شي اسئله بقى خاصها تسال راسلوني او لا هذاك باش نستفسر لكم اكثر. اما الذي وضحته عند هذا الدرس 67 من الدراسه المباركه، مشروع ماعي ضخم من وادي المخازن الى وادي الذهب، ومن وازيز الى وزا، ومن الحسيمة إلى العرائش القاسم المشترك. والآن حنا عند المقطع ديال من واد، من واد المخازين إلى وادي الذهب عند مقطع أم الربيع. ردوا البال راه هذا اشتيلا تجاوزنا هذه الحالة، هذا وصلنا السد، السد الماء ديال الجنة من واد سبوم، ولقينا مع هذا واد المربيع. أكثر الدراسة ربما نقولوا 70% منها قد أنجزت. إلى موضع آخر من الدراسة وإلى منظر آخر، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.